زميلنا محمد عبد العال متواجد في نادي الزمالك في ميت عقبة. تحياتي ليك يا محمد، وأرجوك انقل لنا الأجواء عندك. عمرو من أول ما بن شرقي جاب الجول الثاني لنادي الزمالك، والاحتفالات اللي احنا شايفينها دي هي اللي داخل سور نادي الزمالك، الاعلام، الهتافات، احتفال نادي الزمالك باللقب رقم 13 في تاريخهم. كنت متوقع النهارده ان الزمالك يحسم الدوري؟ طبعا انا واثق في لعيبتي، فده حاجه طبيعيه، دي حاجه طبيعيه. بس برضو بقول الحمد لله ان احنا خدنا الدوري. الحمد لله احنا زي ما انت بتقول احنا بنشجع نادي الزمالك عشان يكسب بطولات، مش عشان خاطر هو واخد بطولات. الفرحه زي ما احنا شايفينها دلوقتي، والجمهور كتير جدا، والناس كتير جدا حواليا زي ما انت شايف يا عمرو، والاعلام اهو، والدنيا فرحانه. انا اقول لك مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك. انت متوقع النهارده ان لا الحمد لله تفوز النهارده؟ طبعا. تمام. احنا زي ما احنا شايفين فيك شيكا. الاطفال، الستات، الرجاله، كبار صغيرين، فرحه كبيره جدا يا عمرو زي ما احنا شايفينها اهو. كنت متوقع النهارده ان الزمالك طبعا هيكسب نادي القرن الواحد؟ طبعا هيكسب نادي القرن، لازم يكسب طبعا. الحمد لله. طيب انت اتفضل. احنا الزمالك هو كده متعودنا على طول عمره، طالما في عدل في الدوله ان شاء الله الزمالك هيبقى على طول. طيب دي هي الهدفات. طيب انت شعورك ايه النهارده بعد ما الزمالك خد الدوري؟ دي احساس كبير قوي. ليه بقى؟ عشان اول سنه في افار من اول الدوري لاخر الدوري. تمام. ماشي، احنا خدنا فيه البطوله. تمام. طيب دي كانت لقاءات من بعض جماهير نادي الزمالك يا عم. زي ما احنا شايفين لو الكاميرا تتحرك الناحيه دي، كل العائلات موجوده كانوا بيتابعوا الفوز بتاع نادي الزمالك النهارده، الزمالك اللي حقق 8 انتصارات متتاليه في الدوري وفي اخر امتار الدوري. انا هحاول اقترب اكتر من جوه من العائلات اللي حضرت الماتش النهارده داخل سور نادي الزمالك، وفرحتهم بانتصار نادي الزمالك. الف مبروك فيك. الله يبارك فيك. كنت متوقع النهارده ان الزمالك يحسم الدوري؟ طبعا. كنت متوقع وعارف ان الزمالك هياخد الدوري. شعورك ايه بعد ما الزمالك خد الدوري؟ الزمالك بطل القرن الحقيقي فعلا، الزمالك يستحق البطوله وان شاء الله المستقبل لينا، البطوله لينا الفترات اللي جايه. بشكر اللعيبه، وبشكر الكارتيرون على المجهود اللي عمله، بشكر مجلس الاداره، وبشكر المستشار مرتضى منصور ما ننساهوش حقه. تمام. دلوقتي الحمد لله. الف مبروك للنادي الزمالك. كنت متوقع حضرتك الفوز النهارده؟ والله كنت قلقانه، لان انت عارف الاهلي الزمالك دايما معدنا على اعصابنا. يعني اديك شفت الجون الثاني جاي الساعه كام. لما جه الجون الثاني كان شعورك ايه بقى؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، والله كنت فرحانه جدا. طيب مبروك. دي كانت الاجواء جوه نادي الزمالك يا عمرو. زي ما احنا شايفين الاحتفالات لسه، الاعلام لصبح. قول. نادي الزمالك نادي رقم واحد في الوطن العربي، مش في مصر بس. عايز تعرف حقيقتنا وقيمتنا بره، بص للشعب العربي كامل بيحترم نادي الزمالك، عارف انه نادي كرامه، نادي حريه. الزمالك مبروك رقم واحد. مبروك مبروك مبروك. عايزه تقولي حاجه؟ طارق حامد وعد بنتي ان الدوري لينا، وفعلا وفى بوعده. هو يعني انت شايف ان طارق حامد كان نجم الموسم السنه دي؟ طبعا. وكل وبن شرقي لما جاب الجول الثاني. طبعا ده حاجه جامده، وبصراحه انا بحبه جدا، ده بالنسبه لي حاجه كده جامده، وعيطت من الفرحه والثالثه يمين، وكلنا مبسوطين طبعا. مش انا مش ممكن نسمع صغروطه؟ طيب بالنسبه دي صغروطه بطول الموسم يا عمرو، زغروطه بطول الموسم الطويل اللي الزمالك انتصر فيه وخد الدوري زي ما احنا شايفين. الف مبروك. الله يبارك فيك. احساسك ايه لما بن شرقي جاب الجون الثاني، خصوصا ان الزمالك حقق 8 انتصارات وده اللقب 76 في تاريخه واللقب ال 13 في تاريخ الدوري؟ الف مبروك لنادي الزمالك، يستاهل الدوري طبعا، وكان موفق قوي الماتش ده ولكل المتوشه كمان. من نجم الموسم؟ والله كلهم نجوم. طارق حامد واحمد السيد زيزو وبن شرقي. طيب انت النهارده كنت جاي وكنت عارف انك هتحتفل بالفوز بالدوري، ولا كان عندك بعض الشكوك؟ يا كابتن احنا بنلعب فريق ابطال من الاسبوع العاشر يا كابتن في الدوري في الدور الاولاني، ده احنا ننزل نموته 5-6 على الاقل. احنا مبروك. مبروك. طيب هل كابتن احمد كوشري برضو هو اصلا ابطال من الاسبوع العاشر وجاي يعمل ايه؟ مدرب علينا احنا. تعال شوف حاجه. ايه احسن؟ زملكاوي انت؟ زملكاوي جدا. صح كده؟ طيب بتقول ايه النهارده بعد ما الزمالك خد الدوري؟ بقول ألف مبروك
لعبت الزمالك وان شاء الله باركوا الدوري. دي كانت الاحتفالات جوه نادي الزمالك. احتفالاتها تستمر للصبح والصورة تروح هناك، لسه احتفالات مستمرة. ومعاكم الصورة عمرو، الزمالك خد الدوري رقم 13 في تاريخه. شكرا جزيلا يا محمد، ويعني ارجوك تبلغ تهانينا لكل الناس الجميله اللي انت سجلت معاهم، وفرحه الاطفال الحقيقه فرحه الشباب شيء الحقيقه طبعا جميل جدا، وهي دي في النهايه هو ده الهدف من كره القدم. في 11 لاعب بيمارسوا الرياضه، ولكن امام ده او الى جانب ده بنلاقي فيه عشق، في حب، في انتماء للنادي اللي هو بيشجعه، سواء كان بيشجع الاهلي، بيشجع الزمالك، بيشجع الاسماعيلي، بيشجع اي فرقه الحقيقه، او بره مصر جوه مصر. هي دي الفرحه، او هو ده المكسب اللي الجمهور الحقيقه بينتظره من فرقته، واللي دايما بيجري وراه وبيشجعه، ودايما بيآزر فرقته جوه بلده بره بلده في كل المنافسات، في الاوقات الصعبه وفي اوقات الانتصارات دايما بتلاقي الجمهور هو اللي بيساند فرقته، وهي دي السعادة، هو ده الشيء الوحيد اللي الناس دي والشباب ده بياخده، هي الفرحة بعد تحقيق الانتصارات.